بعمل جميع انواع الكريبات كلها، بعمل كريبات فراخ، بطاطس، بانيه، كوردون بلوشي، شوفان، نوتيلا، بعمل جميع انواع الكريبات كلها. وبتمنى ان كنت تكون ان شاء الله تدوق الاكل بتاعي. انا الفكره جات لي ان انا كنت شغاله في مطاعم، وبعد ما خلصت شغل المطاعم زهقت من شغل المطاعم شويه، فحبيت ان انا اعمل فكره في بيتي، لان كنت بطلع من الساعه 6 الصبح، كنت برجع الساعه 12 بالليل، فما كنتش حابه بصراحه ان انا اسيب ولادي طول النهار، ففكرت ان انا اعمل الفكره دي في البيت. اشتغلت الاول في المطبخ عندي، واشتغلت بقرص كده، كنت جايباه ب 250، وكنت جايبه الطاسه شغاله عليها، وبعد كده ربنا كرمني جبت الجريل ده مستعمل، وجبت القلايه، وبقيت اشتغل في البلكونه، وكان كل اللي بيعوز مني اوردر بنزله بالسبت. اي حد كان بيتصل بيا ويعوز مني الاوردر ينزله بالسبت. بس وهي دي الفكره بتاعتي، وبتمنى ان كل الستات المصريه تطلع تشتغل، واللي ما تقدرش على شغل ممكن تعمل فكره بيتها ان شاء الله، ربنا يكرمها وتنجح معاها، وربنا يرضيهم يا رب ويرضي الناس كلها واحنا معاهم يا رب، اللهم امين، ويصلح حالنا وحالهم. وانا بحمد ربنا طبعا ان بنتي ربنا كرمها في الثانويه العامه. انا بقوم اصلي الفجر، وبعد ما بصلي الفجر بنزل على الصبح الساعه 6 كده او 7، انزل اروح اجيب طلباتي من السوق، وبعد ما بجيب طلباتي بحضرها، وبعد كده بطلع بقى على الجريل ارول الكريب، وبعد كده ابدا اشتغل بقى على الساعه 3 او 4 العصر ان شاء الله. هو ده اليوم بتاعي لحد الساعة 12 بالليل أو واحدة حسب ما بخلص شغلي. يعني عندي 4 أولاد، معايا شهد 3 سنة وعام السنة دي الحمد لله ربنا كرمها ونجحت، جابت 81%، ومعايا راجي 3 سنة في صنايع، ومعايا بسملة أولى ثانوي، ومعايا لمر 4 ابتدائي. الحمد لله أنا مواظبة بيني وبين بيتي الحمد لله، ولما بيعوزوا حاجة ما بتأخرش عنهم، بخلص شغلي برضه وبقعد معاهم بشوف طلباتهم وبعمل لهم اللي هم عايزينه كله، يعني الحمد لله فضل ونعمة من ربنا عليا. هي دي احسن حاجة عجباني في الموضوع ده كله، الدعاء اللي بيدعوني، وهي دي اللي بتمناها من الناس كلها ان هم يدعوني، مش عايزة حاجة تاني من الدنيا. الناس كلها بتدعمني، كلهم بيقول لي انت ست ابنة راجل، وكلهم بصراحة بيدعموني، ويقول لي ربنا يقويكي ربنا يعينك، وكل اللي بيدعي لي الله يرزقك الله يساعدك، يعني الحمد لله، يعني فضل ونعمة من ربنا عليا ان الناس كلها تحبني كده وتدعي لي الحمد لله. انا بنصح والله كل ست مصريه ما تقدرش تطلع تشتغل بره وتسيب ولادها، تقدر تعمل مشروع في بيتها وربنا يكرمها وينجحها فيه ان شاء الله. وانا كنت عامله المشروع ده، انا كنت بادئه ب 1000 جنيه وربنا كرمني الحمد لله، والدنيا يعني وسعت معايا، وجبت الجريل وجبت القلايه واشتغلت في البلكونه، وربنا كرمني دلوقتي نزلت الشارع، بقت الناس تشوفني تاخد مني الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا عليا كبير قوي الحمد لله. الشغل مش عيب والله، والمفروض الست تشتغل وتفتح عشان ولادها، ده مش عيب اساسي. وانا من النوع اللي انا بحب اشتغل، ما بسمعش كلام حد، وما بيهمنيش كلام الناس، عشان انا ما بعملش حاجه غلط، وبحب شغلي وبحب حياتي، ان انا حياتي كده. وفي نفس الوقت كمان اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد بيتكلم انا ما بيهمنيش كلامه، لان انا شايفه نفسي صح انا مش غلط. اللي بيساعدني والدتي اول واحده واقفه جنبي بعد ربنا، واخواتي واولادي كلهم واقفين جنبي الحمد لله، يعني بيساعدني والله كلهم الحمد لله، مفيش حد منهم ساعدني الحمد لله يا رب. طموحي ربنا يرضيني ان شاء الله، نفسي اجيب عده، لان العده اللي عندي دي كلها الحمد لله يعني جايبه اخرها على الاخر، ربنا يرضيني، ونفسي افتح محل واسمي كريب سيده البلكونه ان شاء الله. انا اللي فكرت في فكره البلكونه عشان عندي درجه الحراره كانت بتبقى عاليه جوه في المطبخ، والدنيا عندي صغيره والمطبخ عندي صغير جدا، فحبيت ان انا اطلع في الهوا بقى، طلعت البلكونه، وبقى شغل كله من البلكونه للسبت، اي حد يطلب مني اوردر انزل في السبت على طول، بقالي 5 سنين شغاله في البلكونه، كل اللي بيجي يطلب مني انزله بالسبت. لما العيال بقى عملوا لي زعرينا، وكل يوم يجي ينادي يا مرادي حطي كاتشب، يا مرادي مايونيز، يا مرادي زودي كذا، اخر ما زهقت بقى رحت نازله الشارع. مش عيب، انا ما بعملش حاجه عيب، انا ست ابنه راجل. وعايزه اقول لك يعني في رجاله بتبقى قاعده في بيوتها ما بتشتغلش الشغلانه اللي احنا بنشتغلها. انا من الصبح من الساعه 8 الصبح وانا واقفه على رجلي الوقفه دي كده، لسه ما قعدتش لحد دلوقتي. انا بنصح الشباب اللي قاعد على القهوه تنزل تشوف شغل، ربنا يكرمها وربنا يرضيها ان شاء الله. وانا واقفه كده من الصبح، من الساعه 8 الصبح وانا واقفه كده، بخلص شغل الساعه 12 بالليل، ما بقعدش خالص.
طول النهار وانا كده واقفه، والحمد لله ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب وما يحرمنا لحد ابدا.